السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بشرح تركيب أزرار الفيليزيوم. كما تعلمون يعني هناك لوحة خاصة بالأزرار يتم طباعتها، لكن في بعض المرات لا تكون مناسبة للعلبة، لذا الأفضل تركيبها بهذا الأزرار. هي تأتي على هذا الشكل، تباع بألوان مختلفة. أنا لم أجد بقية الألوان عند من اشتريت من هذا الأزرار، يكون على هذا الشكل وهو أفضل من ناحية الاستعمال. تقوم بتشكيل الطريقة التي تريدها، يعني تضعها على هذا الشكل متساوية، أو تضع مثلا هذا الأزرار هنا وتضع واحد في الأعلى واحد في الأسفل. المهم لك طريقة. تريد أن تبعد هذا يعني زر القائمة، ثم تضع هاد الزرين فوق بعضهما، هذا للزيادة والنقصان، ثم هذا للصعود والنزول. يعني لك الاختيار في وضع هاد الأزرار كما تشاء. المهم أنا أحببت أن أشارك معكم هاد الفكرة، لأن هناك من دائما يسأل عن طبع تلك اللوحة، لأن الأزرار تكون مختلفة. فقد طرحت مجموعة من التصميمات، ولكن يكون مرات الزر كبير ثم هناك أزرار صغيرة، يعني اختلاف كبير يعني بين كل بلد يعني والأزرار المتوفرة فيه. لكن هاد الأزرار هي متوفرة بكثرة. الآن سنقوم بتلحيم السالب. السالب يكون موحد بين جميع الأزرار. نختار الجهة التي نريد وضع عليها السالب، يا إما من الأعلى أو الأسفل حسب الرغبة. بعدها سنقوم بتحديد بقية الأزرار. أنا هنا قد وضعت هذا السلك الأزرق، هو السالب، لذا سيكون بعده كما هو في المخطط. هنا جي ان تي، يليه زر اوكي او المني او القائمة، ثم ليفت، ثم الاب، ثم الرايت، ثم داون. نختار على يعني نتبع التصميم.
يعني الجي ان تي يركب في اي سلك ما دام انه موحد، يعني فنقوم بتركيبه في اي مكان نريد. هنا ساعتمد انا بان هذا الزر هنا هو زر القائمة، إذن سيكون الذي يلي الأزرق هكذا. ثم بعد اللفت يعني اليسار او يعني الناقص، ثم الاسفل لك الاختيار، ولكن يجب ان تعلم على كل زر. عفوا انا قد ركبت هذا يعني القائمة هنا، ثم اللفت يليه، بعده هذا الزر الأسفل، ثم الأعلى الرايت اليمين، ثم الأعلى. يعني فنتحصل على هذا الشكل، تكون القائمة هنا يعني اوكي، ثم الناقص، ثم اسفل، ثم اعلى، عفوا ثم الزائد، ثم الاعلى. هنا بعدها الان اردت ان اشارك معكم هذه الدائرة. يجب هنا كما تعلمون فالفيليزيو يشتغل بأكثر من 16 فولت، فالأكثرية يجد مشكلة بهذه الطريقة، لذا قد اشتريت هذه الدائرة. هي موجودة بكثرة عند إذاعة القطع الإلكترونية، هي رافعة للجهد. سأجربها معكم على هذه الدائرة. كل شيء مكتوب بها، يعني هنا الأوت وهنا الإين، يعني هنا المدخل هنا المخرج. هنا نركب السالب، ثم الموجب. ثم الجهة الأخرى
الخرج بعدها سأشرح لكم طريقة ضبطها. إذن هذه الدائرة عندما ندخل لها أي فولتية من 3 فولت إلى تقريبا أكثر من إلى 30 فولت أو 38 فولت، فتخرج لنا تلك الفولتية مضاعفة. مثلا إن ركبنا هنا 12 فولت، سنتحصل على الفولتية التي نريد هنا إلى غاية 38 فولت تقريبا. هنا سنستعين ببطاريات الليثيوم، هنا 12 فولت. سنترك هذه جانبا. نضبطها على فولتية تكون كبيرة شيئا ما. هنا وضعته على 200، ثم هنا سنركب السالب ثم الموجب في الأول. سنقيس البطارية كما تشاهدون 11.4. بعدها هنا تحصلنا على 17. للزيادة نقوم بتدوير هذه المقاومة المتغيرة. هنا هنا التخفيض، هنا الزيادة. نحن نحتاج 18 فقط أو 20، لأن هنا كلما رفعت الجهد سيزداد، لذا نحن لا نريد أكثر من 20 فقط أو 18 أو 19، يعني يكفي أن نضعها فوق 16. هنا 20 فولت تكفينا. إذن سنجربها الآن على الجهاز. قبل ذلك، قبل أن نركب دائما الشاشة والمتحكم الأتميجا والإي سي الآخر 357، لابد أولا من أن نفحص الجهاز.
هنا سنركب هذه الدائرة. سالب ثم الآن سنركب الفولتية. ثم سنقيس السالب. ها هو الموجب هنا لدينا 20 فولت في المدخل. هنا على هذا المنظم يخرج 12.1 فولت. هنا على رجل 6 لا عفوا على رجل 7 يعني 3 هنا 6 7 هي 7 الجزء 1 2 3 4 5 6 7 5 فولت. لابد أن تجد 5 صافية، أقل من ذلك عند التشغيل سيقوم هذا المنظم بارتفاع درجة حرارته كثيرا، لأن لا يكون هناك تناسق في الإقلاع، لأن هذا المنظم هو مسؤول عن إقلاع المتحكم، ثم يعني تشغيل المتحكم والشاشة، ثم يمرر 5 فولت إلى هاد البي اس 170 ليفتح لنا الموسفيت. إن كان هناك أي تأخير يعني 4.90 فولت أو يعني 4.95 يعني أقل من 5، سيكون هناك تأخير، لا يكون توافق بين المنظم بين الأتميجا والموسفيت ثم هذا المضخم، فيكون هناك تأخير فلا يشتغل الجهاز وترتفع الحرارة هنا، فيكون هذا هو يعني السبب عدم تعرف على الملف أو يعني عدم اشتغال الجهاز بشكل عادي. إذن الفولتية جيدة بقية حتى هنا، يمكن أن تجد 12 فولت في هذا على الرجل 7، إن كان 1 هنا 4 5 6 7 هنا. تجد 12. إذن كل شيء تمام. سنركب الشاشة. ثم نركب الأتميجا. ثم LF357 هذا مزيف، أقوم بتجربتي به فقط.
يعني هذه أول تجربة لهذه الدائرة. كما أقول دائما، إن ركبت القطع كما هي الجهاز سيشتغل من الوهلة الأولى. يعني هنا تجربة الأزرار القائمة كما تشاهدون، يعني هنا الزيادة والنقصان، ثم الصعود والهبوط من هنا ننزل، ثم هنا نصعد. من الأفضل أن نقلب هذا السلكين دائما. عند تركيب أو إزالة أي شيء في الجهاز لابد من إطفائه. أي تماس يحدث تلف في مدخل المتحكم، فيكون هناك يعني عدم اشتغال أحد الأزرار. لذا لابد دائما، وعدم لمس اللوح من الأسفل، أي لمس وهو يعني اللوح وهو شغال يفقد أو يعني يتعطل أحد مداخل الأزرار أو الإشارة. لذا لابد من مراعاة هاد الفكرة، وعدم ملامسة أي اللوح من الأسفل. يعني كما لاحظتم الآن، الجهاز يعني اشتغل بهاد المنظم وهاد ب 12 فولت. بقي يعني تركيب الملف، يعني هاد الفكرة هي جيدة، وهي لمن صنع هذا الجهاز ويعاني من شحن بطارية 20 فولت، فهذه الدائرة هي جيدة لهذا الغرض. ممكن أن ترفع الفولتية بإدارة هذا المقاومة المتغيرة. إن أردنا أن نضبطها هنا على 20 فولت، لأن الآن الجهاز يستهلك بعض الفولت، لهذا نجد أن قبل قليل جربنا ووجدنا 20، أما الآن وجدنا 19.5. إذن الآن ها هي الفولتية ثابتة 20 فولت. يعني أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة. يعني هنا سنقوم بشحن البطارية 12 فولت، وهذا المحول يقوم بتحويل لنا من 12 فولت إلى 20 فولت، ثم بعد ذلك نقوم بشحنها بواسطة الدائرة التي كنت قد طرحتها سابقا لشحن بطارية الليثيوم. كذلك لا ننسى تركيب دائرة المحافظة على هذه التي تحافظ لنا على البطارية وعدم تلفها. إذن هذا ما في الفيديو. لا تنسوا دعم القناة حتى تصل لأكبر عدد من المشتركين، هذا ما نرجوه. ودائما أي فكرة فنحن نقوم بتوصيلها ولا نبخل عليكم في شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.